أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحييكم من مركز الأخبار بالتلفزيون قطر. بعد دقائق قليلة سنقدم لحضراتكم بإذن الله نشرة محلية تفصيلية، وسيأتي فيها: دولة قطر، تطوير مستمر للقدرات الدفاعية حماية لمقدرات الدولة. معكم هذا المساء جاسم عبد العزيز، يسعدني لقياكم بعد تقرير يتناول أهم الأحداث على الساحة العالمية اليوم. تفضلوا بالبقاء معنا. تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي بعد فحص عينات، والنيابة التركية استجوبت موظفين في قنصلية الرياض، فيما وسع المحققون نطاق البحث عن الجثمان في غابة على مشارف اسطنبول وقرب يالوفا. وزير الخارجية التركي يؤكد أن لدى أنقرة أدلة مؤكدة في اختفاء خاشقجي، وأنها لم تقدم تسجيلات صوتية لأحد في القضية، متعهدا بكشف النتائج بشكل شفاف. إصابات برصاص الاحتلال، وآلاف الفلسطينيين يشاركون في الجمعة 30 لمسيرات العودة وكسر الحصار عند السياج الفاصل مع الاحتلال تحت شعار معا غزة تنتفض والضفة تلتحم. موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط يفيد مجلس الأمن بأن قطاع غزة بات على شفير نزاع مدمر آخر ستكون عواقبه وخيمة على الجميع. الرئيس الروسي يدعو للقيام بكل ما هو ممكن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بوتين قال إن تعثر التسوية هو صميم كل مشاكل الشرق الأوسط. رئيس هيئة التفاوض لقوة الثورة والمعارضة السورية يقول إن الحفاظ على إدلب وتجنيبها عملية عسكرية من أولويات الهيئة رغم أهمية عملية الانتقال السياسي والدستور. كابول ترجئ تنظيم الانتخابات التشريعية في قندهار بعد هجوم طالبان على اجتماع أمني نجا منه الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية والأطلسية، وقتل فيه مدير جهاز الاستخبارات في الولاية. كوسوفو تحقق خطوة أولى بإنشاء جيشها الخاص بعد 10 سنوات على إعلان استقلالها، رغم المعارضة الشديدة من بلغراد والأقلية الصربية. القرم تشيع جثامين مجزرة المعهد التقني في مدينة كيرتش، 20 قتيلا برصاص طالب في أسوأ مجزرة تشهدها شبه الجزيرة في تاريخها. فريق تلفزيون قطر إن شاء الله اليوم يعنى بالمشاريع هنا ومن قلب مدينة لوسيل. واحد من أهم هذه المشاريع الاستراتيجية هو مشروع الريل كما تعلم، والأكثر تكنولوجيا وحداثة. مشروعكم واحد من المشاريع اللي واجهت كما الملف الزراعي في قطر تحديات عديدة. أبرزها أنه أنت في بلد غير زراعي أصلاً. تكنولوجيا كبيرة استخدمت في برج مراقبة، والمنشآت أيضا التابعة لكم هي عمل إدارة مدنية. We'll be right back.
الأخبار من قطر وهذه عناوينها. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يدشن خطي إنتاج طائرات تايفون وهوك تي 2. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع سعادة وزير الخارجية الباكستاني تعزيز التعاون. أثبتت دولة قطر قدرتها على التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة في منطقة الخليج العربي بحكمة. دولة قطر تؤكد أنها تعاملت مع أزمة الحصار بحكمة وأنها مستمرة في سياسة الانفتاح وبناء الشراكات. وبورصة قطر ترتفع بأكثر من 3% وثلاثة أعشار خلال أسبوع وتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2017. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دشن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خطي إنتاج طائرة تايفون وطائرة هوك تي 2 لصالح دولة قطر في مدينة وارتون بالمملكة المتحدة. يأتي هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم الذاريات بهدف تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية ضمن خططها لتحديث أسرابها من المقاتلات الحديثة لحماية مقدرات الدولة. كما اطلع سعادة الدكتور العطية الذي يزور المملكة المتحدة حاليا على الاستعدادات والتجهيزات التي ستعتمد عليها الكلية الفنية التقنية المزمع إنشاؤها في دولة قطر، والتي سيكون لها الدور البارز في خدمة القوات المسلحة القطرية بصفة خاصة وجميع قطاعات ومؤسسات الدولة بشكل عام. ويأتي تدشين خطي إنتاج طائرة تايفون وطائرة هوك تي 2 بعد إطلاق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة القطرية سرب العمليات المشترك بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية البريطانية في يوليو الماضي، وهو المشروع الفريد من نوعه لأهميته في تعزيز قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية والعمل والدفاع المشترك، حيث سيكون للسرب المشترك الدور البارز والفعال في حماية الأجواء القطرية خلال بطولة كأس العالم 2022. حضر التدشين مرافقا لسعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال الزيارة العميد الركن الجوي حمد جاسم المري الملحق العسكري للدولة لدى المملكة المتحدة، والعميد الركن الطيار جاسم محمد المناعي مدير مشروع الذاريات لطائرات تايفون، وعدد من كبار القادة الضباط بالقوات المسلحة القطرية. يذكر أن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة السيد غافين ويليامسون وزير الدفاع المملكة المتحدة كانا قد وقعا على عقد توريد 24 طائرة تايفون وتسع طائرات هوك في 10 ديسمبر 2017. اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بسعادة السيد شاه مسعود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته لإسلام آباد. جرى في الاجتماع بحث العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في حلقة نقاشية حول النظامين القانونيين في دولة قطر ومملكة ماليزيا، وذلك في مركز مكافحة الفساد بالعاصمة كوالالمبور. تم في تلك الحلقة بحث التعاون المستقبلي في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. كما قام سعادة النائب العام بجولة في منشآت مركز مكافحة الفساد بماليزيا وتعرف على آلية عمله، ثم التقى بالسيد أنور إبراهيم عضو البرلمان الماليزي وتبادلا الآراء حول التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين. أكد سعادة السفيرة الشيخة عليا أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط
أن دولة قطر أثبتت قدرتها على التعامل مع أزمة الحصار غير المسبوقة في منطقة الخليج العربي بحكمة عبر الاستمرار في سياسة الانفتاح وبناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في مختلف المجالات. لقد خابت مساعي دول الحصار، حيث أثبتت دولة قطر قدرتها على التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة في منطقة الخليج العربي بحكمة عبر الاستمرار في سياسة الانفتاح وبناء الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في مختلف المجالات، وذلك على الرغم من حملات الكراهية والتضليل ونشر التزييف والأكاذيب من قبل دول الحصار التي تسعى عبثاً لتبرير الإجراءات غير المسؤولة المتخذة ضد شعب دولة قطر والمقيمين فيها. وأضافت سعادة السفيرة أن هذه الأزمة المفتعلة التي أريد من خلالها سلب إرادة دولة قطر لم تفلح إلا في تقويض مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لقد مضي ما يقارب العام وأربعة أشهر على الحصار غير القانوني على دولة قطر، والأزمة المفتعلة التي أريد بها سلب إرادة دولة قطر واختطاف قرارها السياسي بافتراءات وذرائع أكدت الأيام مدى هزليتها. ولم تفلح هذه الأزمة المفتعلة إلا في تقويض مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلك المنظومة الإقليمية التي حافظت لأكثر من ثلاثة عقود على لحمتها وتماسكها. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علي آل ثاني أن دولة قطر أكدت منذ بداية الأزمة التزامها بالتعامل معها في إطار القانون الدولي وبالوساطة المقدرة من جانب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة. لقد أكدت دولة قطر منذ بداية الأزمة التزامها بالتعامل معها في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات، وعليه فإن دولة قطر تجدد التزامها بالوساطة المقدرة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتقديرها للدول التي ساندت هذه الوساطة بغية حل هذه الأزمة واستعدادها للجلوس على طاولة الحوار الذي يحترم سيادتها بدون إملاءات، كما أكدنا على ذلك في محافل عدة. على صعيد آخر، أعرب السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن شكره لدولة قطر على استجابتها العاجلة السخية بتقديم 60 مليون دولار لشراء الوقود من أجل زيادة إمداد قطاع غزة بالكهرباء، فيما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علية أحمد بن سيف آل ثاني ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. من غير المعقول أن يصبح الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والمستمر إلى عامه 11 حالة مسلما بها، وفي ظل المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، فإنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تم تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، كما تم تزويد القطاع بالوقود اللازم لتأمين الكهرباء. ومؤخراً احتفلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالعودة إلى المدارس هذا العام، حيث كانت مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في برنامج الوكالة التعليمي عنصر حيوي في قرار فتح المدارس دون تأخير. وتأتي هذه الجهود من دولة قطر في إطار سعيها للقيام بدور إيجابي لصالح الاستقرار الضروري لتحقيق السلام. وبعد قليل سيأتي في نشرتنا ما يلي: شاطئ كتارة وجهة ترفيهية مميزة للعائلات في عطلة نهاية الأسبوع. مع كل 6 علب زبادي من بلدنا الخاص بهذا العرض اكشط واربح دقائق وإنترنت مجانية من فودافون. مرحبا بحضراتكم.
إذن يشهد شاطئ كتارة إقبالا من جانب الزوار للترفيه والتفاعل مع الفعاليات والألعاب المتنوعة التي يوفرها الحي الثقافي، ويزداد الإقبال على شاطئ كتارة خلال عطلة الأسبوع، حيث تحرص الأسر على اصطحاب أطفالها للاستمتاع بهذه الأجواء. في مثل هذا الوقت من كل عام يقبل سواحه وزواره من داخل الدولة وخارجها على شاطئ البحر في الحي الثقافي كتارة للاستمتاع بأجواء البحر والترويح عن نفسه. هنا تتجلى روعة المكان خاصة مع اعتدال المناخ الذي مثل دافعا كبيرا لهؤلاء للبقاء هنا. فاليوم اخترنا صراحة كتارة لأن الأجواء كثير حلوة فيها ومتميزين بعروضهم، وطبعا توفير الأماكن خاصة في الباركينج والأطفال بيلعبوا معنا أكيد، فشيء جميل ونشكرهم على التسهيلات هاي. أشجع الناس كلها خاصة يعني في هذا الموسم أو في هذا الوقت أنها تجي بكير في هذا المكان، حيث أن تأخذ وقت كافي للاستمتاع وللخيال الواسع. فالإقبال عادة ما يزداد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوافد الأطفال والأسر للاستمتاع بتفاصيل المكان وروعة الأجواء، فضلا عن ممارسة السباحة والرياضات المائية المختلفة. شاطئ قطارة من الأشياء المميزة في قطر والنظيف، وفيه أشياء حلوة زي القوارب، الألعاب، الأعداد، يعني الأشياء الحلوة بنحب نجيها نهاية الأسبوع. أجواء الشاطئ بالنسبة للأطفال تجمع بين سد الفراغ والاستمتاع بممارسة الألعاب المائية بين ذويهم وأصدقائهم. يوم إجيت على قطارة مع ماما وبابا وعيلتي ومع أصحابي، ولعبنا وانبسطنا ولعبنا بالمي، لعبت والشاطئ كانت كتير حلو والجو كانت كتير جميل، ولعبنا مع بعض وأنا وأصحابي. فبين الأجواء اللطيفة يقضي زوار شاطئ كتارة أوقات مريحة يستمتع فيها الصغار والكبار بفعاليات متنوعة ورحلات بحرية مسلية. ومع عطلة نهاية الأسبوع استقطب معرض قطر للسيارات أيضا المزيد من الزوار، حيث يدعم هذا المعرض في نسخة هذا العام توجه الدولة نحو تعزيز عوامل الابتكار والسلامة والتقنيات الخاصة باستخدام الطاقة النظيفة والمستديمة. 156 سيارة تتنوع موديلاتها بين الكلاسيكية والرياضية والفاخرة والمتوسطة لأشهر العلامات العالمية اجتمعت هنا بالنسخة الثامنة من معرض قطر للسيارات. هذا وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركات جديدة لأول مرة على مستوى السوق المحلي والشرق الأوسط. هاردي ديفيسون براند اتغير وتطور بشكل كبير جدا في 2018 و19. السنة دي بنقدم موديلات فئة التورينج، الفئة الأكثر حق الخطوط والمسافات والسفر، متطورة كتير على السنوات اللي فاتت، نازل عليها مكان أكبر. براند جديد مع شركة أوتو بلاس، فإحنا النهاردة بنشارك لأول مرة عشان نوري للمعرض وللسوق القطري السيارة الجديدة ونسوق لها بشكل أفضل يعني. نسخة هذا العام ركزت على إثراء المحتوى وتعزيز مظاهر الابتكار والسلامة، حيث كان الجانب التوعوي حاضرا من خلال الفن. اتفقنا طبعا، صار الاتفاق مع المرور نحن نجلب السيارات هذه ونرسم عليها بحكم أنها هي أكبر دليل صار عليها الحادث يعني، والرسالة بالفن نحن اللي نسويه نوصل رسالة توعوية بالسلامة، حزام الأمان، التوخي الحذر. معرض السيارات نجح على مدار 7 سنوات ليصبح أحد أهم المعارض وأكثرها ترقبا لعشاق السيارات للاطلاع على كل ما هو جديد. وفي هذا الإطار لاقت نسخة هذا العام استحسانا كبيرا من الزوار. أفضل مكان حق المعرض اللي هو الكاستم شو، يعني أحس أنه مكان شبابي أكثر، لكن الصراحة أبدعوا في تصميم المعرض من داخل حق سيارات الوكالة يعني، ومكان يعني ممتاز حق العائلات وممتاز حق الشباب أيضا. شفت أن كل شيء مريح ومرتب، هاي أهم شيء في المعرض. وشيء ثاني، السيارات اللي معروضة يعني انترستنج. تستمر الهيئة العامة للسياحة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات على تطوير قطاع الأعمال ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير السياحة بشكل عام. وإلى جولة اقتصادية.
شهدت بورصة قطر أداء إيجابيا هذا الأسبوع بدعم من إعلان القوائم المالية الإيجابية للشركات ونمو جماعي للقطاعات وسط تحسن في التداولات، وقد صعد المؤشر العام بأكثر من 3% وثلاثة أعشار في خلال أسبوع ليغلق عند 10,193 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017. كما قفزت القيمة السوقية إلى 569 مليارا و100 مليون ريال مقابل 551 مليارا و700 مليون ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت أحجام التداول إلى 31 مليون و200 ألف سهم مقارنة ب 20 مليون و700 ألف سهم في الأسبوع الذي سبقه. أداء إيجابي لمؤشر بورصة قطر الذي أنهى تداولاته خلال هذا الأسبوع الثالث من أكتوبر بمكاسب ممتازة، قادت المؤشر إلى أفضل إغلاق يومي وأسبوعي له في جلسة الخميس والذي جاء عند مستويات 10,193 نقطة بمكاسب فقط 0.4% مقابل إغلاقات الأسبوع الماضي. حركة التداولات بدورها سجلت مكاسب ممتازة على صعيد الأحجام وأيضا القيام رغم التدني الذي رأيناه يسجل في جلسة الأحد إلى مستويات 78 مليون ريال، لكن القيم تزايدت تدريجيا جلسة الاثنين وكذلك الثلاثاء لتسجل أفضل قيم جلسة الأربعاء والتي بلغت القيم عندها 309 ملايين ريال، عدت لتتراجع بعض الشيء في جلسة الخميس. على صعيد القيم الإجمالية المكاسب كانت بحدود 25%، القيم سجلت 995 مليون و800 ألف ريال هذا الأسبوع. أحجام التداول أيضا سجلت مكاسب ممتازة هذا الأسبوع، نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 50% إلى مستويات 31 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات أيضا المنفذة هذا الأسبوع بأكثر من 60% إلى مستويات 20,248 صفقة. بالنسبة لمسار المؤشر جلسة وحيدة شهدت تراجعات هذا الأسبوع كانت جلسة الأحد عند 9,824 نقطة سجلها المؤشر في أدنى إغلاق له هذا الأسبوع، ثم جاءت الارتفاعات متتالية في جلسة الثلاثاء، رأينا اختراق للمؤشر لمستويات 10,000 نقطة وتعززت المكاسب حتى آخر جلسات الأسبوع والتي سجلت أفضل إغلاق للمؤشر هذا الأسبوع. من جانب آخر تراجعت أسعار النفط رغم إشارات على ازدياد الطلب في الصين ووسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، وقد جرى تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت عند 79 دولارا و28 سنتا للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف إلى 68 دولارا و65 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب مع تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية بما في ذلك ضعف النمو في الصين وضغطها على الأسهم الآسيوية مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية إلى 1242 دولارا للأوقية، كما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتبلغ 1230 دولارا و90 سنتا للأوقية الواحدة. وفي هذه النشرة بعد عرض الأحوال الجوية ما يلي: السد يكتفي بالمركز الرابع في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. Thank you.
ونبقى مع أحوال الطقس، حيث حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق الساحل مصحوبة برياح قوية مفاجئة أحيانا، ومن أمطار رعدية تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس غائما جزئيا مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية. أما في البحر فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. رياضيا، خسر فريق السد أمام فريق مونبلييه الفرنسي هذا المساء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة العالم للأندية أبطال القارات سوبر جلوب 2018 لكرة اليد المقامة حاليا هنا في الدوحة للعام التاسع على التوالي على صالة دحيل الرياضية بنتيجة 23 هدفا مقابل 33. وشهد اللقاء منافسة قوية من الطرفين، إلا أن خفة وخبرة الفريق الفرنسي بطل أوروبا منحته الفوز والحصول على المركز الثالث، فيما اكتفى السد بالمركز الرابع في البطولة القارية. يشهد الأسبوع التاسع من منافسات الدوري القطري لكرة القدم دوري نجوم Q&B مواجهات قوية خلال مباريات الجولة التي ستقام السبت والأحد المقبلين بعد توقف الدوري بسبب الاستحقاقات الدولية وأيام الفيفا للمنتخبات الوطنية القطرية. إلى خمس مباريات تعلن بداية الجولة، والانطلاقة مع مباراة العربي أمام الأهلي على ملعب استاد حمد الكبير. العربي يتطلع لاستعادة توازنه وفي رصيده 12 نقطة يحتل بها المركز السادس. الأهلي سيحاول استمرار انطلاقته لتحسين موقفه بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 90 نقاط. كمدرب هل يخدم نادي قطر؟ في لقاء آخر سيجمع مصلال مع نادي قطر على استاد ثاني بن جاسم، ومصلال سيحاول المحافظة على طموحه بالدخول للمربع الذهبي عندما يواجه نظيره نادي قطر. ومصلال في المركز الخامس برصيد 13 نقطة في الوقت الذي يسعى فيه نادي قطر لاستمرار انتصاراته والمضي قدما لكسب 30 نقاط. الريان مع الغرافة مباراة تخطف الأنظار، ستقام في ظل ظروف مختلفة للفريقين. الريان يسعى للعودة إلى الانتصارات والمحافظة على موقعه بالمربع الذهبي. الغرافة سيلعب من أجل الاستمرار في انطلاقته وهو احتل المركز السابع برصيد 10 نقاط. فريق الكرة بنادي السيلية يواجه الشحنية باستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي. السيلية يواصل مشواره في البطولة، يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، الشحنية في المركز العاشر برصيد 7 نقاط. الخريطيات يخطط للابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله في الوقت الحالي برصيد 3 نقاط، سيكون على موعد هو الآخر مع مواجهة صعبة ضد الخور صاحب المركز قبل الأخير وبرصيد 5 نقاط. استلام بحركة بدوران، طلع من اللعيب للثاني، طلع من الثاني للثالث. إذن خمس مباريات، خمس تحديات تعلن البداية، وثلاث نقاط تغير مصير كل فريق. والعرضية والثاني عملوها. في الخبر الأخير، تواصلت اليوم فعاليات المرحلة الثانية من السباق المحلي الثالث ضمن منافسات موسم 2018-19 للهجن العربية الأصيلة الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على مرحلتين في ميادين الشحانية، وتختتم منافساته غدا السبت. ففي الفترة الصباحية تمكن الصدى لعايض ميران الفهيدة من إحراز لقب الشوط الرئيس الأول للثنايا البكار، وحصد منادي لعبد الله مذكر القرشي لقب شوط ثنايا القعدان. وفي الفترة المسائية حصلت أثير من هجن الغرافة لقب الشوط الرئيس الأول للثنايا البكار، كما فاز عديل من هجن الشحانية بلقب شوط الثنايا القعدان. هجن الشحانية، تهنئة لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي. ومن جديد إلى العناوين. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع دشن خطي إنتاج طائرات تايفون وهاوك تيتو. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحث مع سعادة وزير الخارجية الباكستاني
تعزيز التعاون. أثبتت دولة قطر قدرتها على التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة في منطقة الخليج العربي بحكمة. دولة قطر أكدت أنها تعاملت مع أزمة الحصار بحكمة وأنها مستمرة في سياسة الانفتاح وبناء الشراكات. وبورصة قطر ارتفعت أكثر من 3.3% خلال أسبوع وسجلت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2017. مشاهدينا الكرام، يمكنكم كذلك متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على مدار الساعة من خلال موقع يوتيوب المعروف ووسائل التواصل الحديثة. نشكر لحضراتكم فضل متابعتكم. النشرة التالية ستأتيكم بعد 30 دقيقة من منتصف هذه الليلة. إلى اللقاء.